أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 321,515 فحصاً جديداً لفيروس كوفيد-19، كشف عن 126 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 738,152 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 163 حالة جديدة من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 731,632 حالة. هذا وتم الكشف عن وفاة حالة مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2116 وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 29,400 جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 20,578,116 جرعة.